سيادة المستشار. الله يبارك بيك. اسمع جميل، إذا طلع حرف أو كلمة من حلقك بخصوص خطوبتنا ما تلوم إلا نفسك. وأي شيء يطلع بخصوص هذا الموضوع ترى يجيك رد على قياسك. لا لا اطمن، ما راح نسوي شيء ما توافق عليه، وأكيد راح نصون الاتفاق. وهذا عشمي بيج فتيحة. سيادتك اطمئن، شرك بقهوة، قصد بير. أنت بعدك قاعد؟ يلا حبيبي، شكرا، انقلع. سادة أنا هم جايك بشغل. سادة احنا عندنا شركة طيران شراعية ومناطيد، وهاي شركة سياحية. يعني شو المناطيد سياحية؟ مناطيد مثل الطيارة، يعني الناس تصعد المنطاد تسافر من العاصمة للمحافظات ومن المحافظات للعاصمة. ايه وشنو يعني؟ استاذ احنا نريد موافقتكم بيها وحصتكم مضمونة. زين انتو شنو ربحكم اذا الناس ما حبت تصعد بالمناطيد؟ استاذ مو هذا المنطاد وسيلة نقل بضاعة مربحة، حتى لا تقول الجماعة ضبوا علينا. اني ارفض رفض بات. بات لو طلع من وقت. استاذ ما تقدروا ترفضون. شنو نسيتوا الفيديو اللي عندي لو لا؟ سبع انت تريد تنهيني سياسيا وعائليا؟ ويلي هاي سوالفك، شنو تخليهم يسجلوا لك؟ احنا موافقين، واللي افتهمته انه انتوا راح تنقلون بهاي المناطيد مواد مهربه وممنوعه صح؟ والله لو ما لازمين لازم على ساد هلال كان عرفوا ايش صرفت وياكم. يلا قوموا. اهلا وسهلا. اقعد اقعد. شوف الحلقة الكاملة حصرياً على موقعنا www.utviraq.net.